فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بهذا القول: إن أبي كان صالحا فاهدني يا رب؟ لماذا عاد تجيب أن أبوك كان صالحا؟ أدعو الله لنفسك مباشرة بدون أن تقول أن أبوي كان صالحا، وهذا تزكية لأبيك يا رب، لا تجوز التزكية، ألا تزكوا أنفسكم؟ نعم، كون نجزم من فلان صالح هذا لا يجوز، لكن نرجو أنه صالح، يظهر لنا أنه صالح. أما علم الغيب هو عند الله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب، يعلم ما في القلوب، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.